المونستير ونحكيه على الحمامات بالرمال الاصطناعي. ش معناتها تغذية الشواطئ بالرمال الاصطناعية بناء على شنو؟ اليوم قمتوا كأبال بطبيعة قمتوا بالمشروع هذايا، وبعد نحكيه على الرمال هذايا بدين يتم الاستجلاب متاحه، وهذا الكل في إطار شنو قاعد يصير سواء كان في بلادنا ولا حتى في العالم. كما كنت تقول وزارة حماية الشريط الساحلي أنجزت أشغال التغذية الصناعية بالرمال ثلاثة شواطئ عمومية. نحب نعطي جزء فكرة، شاطئ ياسمين الحمامات كمية أكثر من 15,000 متر كوب، شاطئ القراعية كيف كيف كمية من الرمال 15,000 متر كوب، وشاطئ الكازينو بكمية من الرمال 20,000 متر كوب. بالنسبة لمدة الأشغال 30 يوم الصيف مع تخدمنا، دونك الأشغال هذوما هما تحسين وصيانة الشواطئ هذوما، وخاصة تقليص شوية كما نقولوا الحد من الانجراف في البحر. الشواطئ هذوما ما عادش يستجيبوا لكلمة شاطئ، بعدوا شوية على النظام العام تاع الشواطئ. دونك دخلت الوكالة بصفقة وبأشغال أشغال الصناعية، مش تغذية طبيعية، بحرش يجيب رمل وموجود، احنا جبنا رمل من الكاريير، تعمل مدير موت في العالم الكل، سواء من الكاريير سواء من جيب بساب المرام من وصل البحر، أماكن معينة يتم تحديدها الدراسات الكل. احنا نزلنا في الإطارة قاعدين نسكنوا في الدراسات في وكالة حماية الشريط الساحلي، أما حبنا شوية وقت. دونك الطريقة الأنسب والأسهل كما نقول والأسرع للصيف باش نلقاو جودة، على قليل نرجعوا جودة الشاطئ وجودة الصياف على المينيموم، معناتها نعرضوا شوية في الشط ونعطيوه كمية من الرمال تستجيب نفس المواصفات نتاع الرمال اللي كانت موجودة معناتها سابقا معناتها قبل التدخل. معناتها جمع الشواطئ هذايا ما عادش نقولوا احنا ما عادش تسمى شواطئ، الرمال نتاعها الكل مشات. الرمال تأكلت الوعد بعديد الاسباب، من الجراف البحري، من ثم بعض المخلفات عند الكموم البحري، مو كل حاجه تو الانجراف البحري هو تو كمية بارامتر بليزير بارامتر جمع مع بعضهم في الاخر نقاوم ما عادش عندنا شط. هذايا مشكل نجمو نواجهو معناتها السنوات القادمة باش يولي هاجس بالنسبة لنا انه الشواطئ نتاعنا تنجم تتاكل الكلها بالطريقة هذايا جراء التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها والطبيعية. بون ثم شطوط نجم تتاكل، ثم شطوط أخرى التغيرات المناخية كما تلعب دور نيجاتيف في بعض الجهات، نجم تلعب دور بوزيتيف في بعض الجهات، مش الكل معناتها مش كلها سلبا تتاثر معناتها. مش كل ثم عباد تربح، ثم عباد تخسر. انت كيفاش الامباكت يجي انت والمنطقه فهمتني؟ دونك وين تنقص الضغط العمراني على الشواطئ مثلا تنفذ قرارات الهدم وترخص على المد العموم البحري، الشريط الساحلي يحافظ على مكوناته. معناتها ثم حتى عوامل يعني جمع عمرانيه حضريه الانسان هو اللي عملها يعني. كيف كيف كل ما مش كان تغيرات المناخيه، ما نحطوش كل في التغيرات المناخيه بالضبط، هذاك شنو معناتها يفو فوار لسونس الصحيح نتاع الخدمه، ومعناتها جوست احنا خدمنا خدمه للصفه هذايا، حطينا كميات مهمه في ظرف وجيز للمصطف باش يبقى تحسين المليو نتاعو يلقى روحو. هذايا صرف في الكازينو صفاقس في القراعية المستير وفي الحامات الجنوبية هكا؟ مثلا كازينو مثلا كان شوفوه في الليطة الأولى قبل ما تدخلوا ما فماش شاطئ، فما ميل وأمبلاتي كما نقولوا اسبلانات وكان فقط. دونك اليوم عندنا شط في 55 متر عرض على طول 200 متر. وباش نحافظوا على الشطوط هذايا معناتها التغذيه اللي قمتوا بها معناتها سي محمد، شو لازم يسير؟ دونك احنا لاول مره في وكاله حمايه الشريط الساحلي تم اعتماد على تقنيه الاستشعار عن بعد باستخدام القمر الصناعي سنتينيل 2 التابع لوكاله الفضاء الاوروبي. عندنا مرسل الشريط الساحلي يقوم تحليل البيانات هذوما
كل شهر ياخذ البيانات ويعمل مراقبه على التريد كود كما نقولوا على خط الساحل، والا ينجم يعمل حتى مراقبه على التغيرات البيئيه وحتى على البوليسيون، كل نجم يشوفوا. دونك اون فوا ديتكتينا ثم تغيرات المكانيه والزمنيه نتاع الرمال هذه، فهمتني، والا ثم دي بارتي دات ما ثمت البوش، فهمتني، حتى امبرو. دونك بالفضل التقنيه هذه، فهمتني، والمتابعه الدقيقه نجموا ندخلوا ديريكتومون، اما بالصيانه ونضيفوا كميات اخرى من الرمال، والا ولا نخليه كما هيك اللي كان نعرفوها اللي طابق. دونك والتقنيات معناتها الاستيود معناتها كي نجيو نخدموا الدراسات ولا اشكال راهو معناتها سكوت، ما تنجمش اليوم تجي تعمل دراسه اورانجمون بلس ريشارجمون معناتها بالفاسيل سابلون دي تون 5 اون على قبيله 4 اون تمويلات الكل. دونك ما فيها باس باش كي لابان معناتها المره هذه فهمتني تشجعت كيما نقولوا تشجعت باش عملت التغذيه هذه الصناعيه بالرمال. لا لا الشواطئ هذوما ثلاثه. باهي سي محمد، اليوم المصدر نتاع الرمال هذوما قلت جبناهم من الكاريير معناتها نتاعنا، من القروان جبناهم ولا في ولايات اخرين؟ الكاريير نتاع القروان هما في الاول احنا خذينا اربع مقاطع من الرمال. خذينا الوسطاتيه القروان، برج عفايض من نابل، من زرمدين زاد كيف كيف مستير، زرمدين مستير، ومعمل بلار الاخر نقولوا له معمل بلار زاد كيف كيف من القروان. دونك شفنا عملنا كومباريزون تاع ليزوناليز جراميتري الشيميك نتاعهم، الكونتيتي ماجور مع كيما نقولوا نتاع ثلاثه شطوط هي في السبري، في السبري في ولايه لوستاتيه. هذا هو اللي خذينا منه معناتها الرمال نتاعنا. الناس اللي تقول الرمال اللي رجبناه من الصحراء هاي تضحك في الكوليس، خاطر هاي قالت لي رجبوه من الصحراء الرمال هذا. اليوم وانت كمختص معناتها شو تقول لهم على الرمال نتاع الصحراء ما تركبش على الشط مثلا؟ شو احنا علاش نعمل زاناجيس كرومتري نتاع لو سول نتاع السيديمو؟ على باش نعرفوا الناتور كومبوزيسيون نتاعو، التركيبه نتاعو، الثقل نتاعو، الخفه نتاعو، الجماليه، الكريستو نتاعو، السيديس، مع الكل مو كومبوزون جرامتري. وفي الكومبوزون جرامتري يعطيني لا باز، بعد يقول لي كلاسي جروسي معناتها كيما نقولوا سابل فرنسا، سابل مويا، سابل كروسي. وانت باش دونك السابل نتاع الصحراء سيدي مون فيه معناتها ماهوش كي نحطوه في الميل الامواج، الامواج تلعب به معناتها لعب يتهز وما يركحش معناتها فهمتي. والصحراء موجوده علاش رمالها خفيف؟ البوج المام لديون نتاع الصحراء دو بوج بالريح سي دي بلاس، دونك يجي يصلح معناتها ديريكتومون للبحورات لبحوراتنا. دونك احسن دونك ارخص معناها حتى لنا احنا ارخص ورانا نصدروا معناتها مصدر تاع عمله صعبه معناتها يبدا لنا. فقط انا حبيت نسالك لانه التجربه هذيا نتاع تغذيه الشطوط التغذيه الاصطناعيه لعدد من الشواطئ اليوم اللي صارت في تونس، نحكيو على البحر الابيض المتوسط مثلا، فم برشا دول تعيش في الرهان هذيا معناتها قاعده تقوم بنفس التجربه هذيا، يعني التغيرات المناخيه قاعده في بلدان ربما تشبهنا شويه وبلدان قريبه لنا شويه قاعده تمر بنفس الوضعيه هذيا. سي محمد ولا نتصور معناتها ما عنديش فكره كبيره، عندي يعني رئيس فرع وكاله حمايه الانشاء الساحلي في سوسه، كنت بروجي هذايا في الاشغال الانجاز بما اني كنت في كيميتي في البحر قبل بنجيل الفروع، ما عنديش عندي مش عم تبع بالواحد من صار البلدان تقول لك راهي عامله تدخلات الكيفية هذه. نعرف الهولندي مثلا بالدراجة يشبه ما اللي يحطوا يبوزي وقت يعاودوا الاوبيراسيون وانت ماشي وانت ماشي معناتها في روميزيون. ان شاء الله في تونس حتى احنا نعملوا الدراج بالبحر فهمتني ونجبدوا كما اللي صار في تبارورة في صفاقس كما اللي صار في تبارورة
واضح. شكرا لفضلك، حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، رئيس مشروع انجاز التغذيه الاصطناعيه للشواطا، رئيس فرع لابال في ولايه السوسه سي محمد شقير، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، نتقابل ان شاء الله في مواعيد لاحقه. احنا موصلين معكم لقناة، تحياتي لعلي وعمر الكوكي ابناء صديقنا وزميلنا سيف الدين الكوكي، ربي يفضلهم لك ان شاء الله، دمتم مستمعيني او من المستمعين الاوفياء. تحياتي للناس اللي تواصلوا معنا على شاشه اليوتيوب تاعنا لديوان فهم الله، مريم المعروفي مرحبا، سوليجار مرحبا، فدوى دالي بيبي مرحبا بيك، فركات سمام مرحبا، فهد مرحبا بيك، بروتون مرحبا بيك، اهلا وسهلا، شكرا للجميع، وشكرا على نور، نور زاده مرحبا بيك، شكرا على تواصلكم معنا، شكرا ومرحبا بكم في المباشر. نحكيهم بعد شويه على بلديه تركز طريقه شحن للعربيات الكهربائيه في تجربه لاول مره تصير في تونس.